مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مهارات جديده ووصفات جميله وبسيطه. بدات بقى شويه الاجواء كده ايه محتاجه شويه وصفات سريعه. اصدقائنا اللي طلبوا حاجات خاصه بالعدس احنا جمعناهم النهارده في الحلقه، اتمنى تعجبكم عشان يعني بنحاول نرضي كل اصدقائنا اللي بيشوفونا من خلال شاشه قناه الاهلي او من خلال الصفحه الشخصيه للشيف عظيم حمدي بالعربي علشان نعمل الحاجات البسيطه السريعه. خلينا نقول كده اول وصفه هنبدا فيها، احنا النهارده هنعمل وصفتين، وصفه بالعدس بجبه ووصفه بالعدس الاصفر. مقرمشات لطيفة جدا للناس اللي يعني نباتية الفيجيتيريان اللي ما بيحبوش ياكلوا فراخ ولحوم. خلينا أول حاجة نقول المجدرة المصرية، المجدرة هي رز وعدس بجبة، وصفة كده جميلة فيها من الكشري شوية لكن أسهل شوية. طبعا غير الكشري الإسكندراني احنا عملناه قبل كده وبرضه ليه مذاق. عندي 3 كوبايات من الرز المصري العادي، وعندي 3 كوبايات من العدس بجبة، وعلى حسب حضراتكم تحبوا العدس اكتر او الرز اقل او العكس دي ترجع لكم. طيب عندي بصل متقطع جوليان عشان يتحمر ويبقى كريسبي، وعندي نص كوبايه من الزيت، وعندي كمون وملح وفلفل ومرق هسقي بيه الوصفه دي. هي من الحاجات الجميله وينفع مرق خضار على فكره، مفيش اي مشكله خالص. وتقدروا تضيفوا لها لو انتوا عاوزين فص توم او فصين توم براحتكم، بس انا زي ما بقول لحضراتكم في بيقدموا معاها شويه صلصه إذا أنتوا حابين يعني، لكن هي كوصفة حاجة كده عاملة زي الكشري الإسكندراني، لكن طبعا الكشري الإسكندراني بيتقدم معاه البيض المزغلل أو البيض المدحرج، لكن إحنا النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة، واللي عايز يضيف فصين توم على فكرة مش هيقولوا لأ وهيبقوا طعمهم حلو قوي. أنا هاخد كده شوية من الزيت، خليني آخد بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة أشوح شوية البصل ده، المفترض ان انا اشوحه في الزيت هنا، وبعد ما ياخد اللون هعمل المجدره في نفس الايه الحله دي او المكان اللي انا هطبخ فيه. هاخد كده رشه ملح بسيطه على الايه على كده على البصل اللي انا مقطعاه كده جوانح، بتدي طعم. البصل ده بيبقى ليه طعم كده لما حتى يتدق لوحده تحسوه كده ايه طعمه جميل ومتملح يعني جميل. طبعا اللي مش عايز يحمر وعايز يدخل البصل الفرن هيعمل كده مفيش مشكله خالص. يبقى احنا هنفرفط البصل ده على في معلقه نشا او معلقه دقيق، وهنحطه على ورق زبده وصاج، وندخله الفرن يتحمص ونقلبه كده ما بين حين واخر. احنا عملنا كده قبل كده وطلع لونه جميل وخفيف وما فيهوش اي زيوت كتيره ولا اي حاجه. خليني اشوف انا هنا، هما دايما بيحطوا لي شويه كده من الدقيق، بس انا طبعا مش هحتاجهم دلوقتي، بسخن بس الزيت شويه وخليني ابدا اشوح البصل الجميل ده. هاخد كده معلقه خشب بسم الله، وهنبدا بقى نشوح البصل ده مع بعض، وبرده رشه الملح دي اللي بتساعد ان البصلايه على طول تنزل الميه بتاعتها وتبدا تديني اللون الحلو. طبعا بشكر كل اصدقائي اللي بيبعتوا لي على الصفحه، وشكرا لحضراتكم اللي بنزل لكم الحاجات اللي حضراتكم بتطلبوها، عشان لو لينا اصدقاء بيتابعونا من خلال شاشه الاهلي وما شافوش الحلقه وحابين ان هم بيتابعوا الصفحه بنزله لحضراتكم تاني الوصفات عشان تشوفوها. والحلقه بتاعه الكريب ان شاء الله هنزلها برضو علشان حضراتكم تشوفوها مقادير مظبوطه وجميله. عملنا احنا الكريب الحادق وعملنا الكريب الحلو، واشتغلنا كمان الكانيلوني علشان يبقوا الوصفات اللي دايما تعتمد. يبقى احنا عملنا 3 وصفات من العجينه بتاعه الكريب دي، وطبعا قننا كميه البيض، ما اشتغلناش يعني بكميه بيض كبيره علشان نقول انه يقدر يتعمل ومش بالضروره يبقى فيه كميه بيض 5 بيضات والارقام الكبيره في البيض دي. هو الكانيلوني عاده بيتعمل بنسبه بيض اعلى شويه، لكن انا الحقيقه بعمل الكريب عندي ب2 بيضه، وبطلع برده الكانيلوني بيبقى بنفس نفس كميه البيض، مفيش اي مشكله. اللي عايز يزود وعنده امكانيه مفيش مشكله خالص. بصوا بقى كده بشوح بقى تشويحه حلوه. اولا البصل لما بيتشوح بيدي طعم كده حلو،
ولما هاجي بقى انزل العدس بجيب، العدس بجيب ده ممكن تجيبوه من عند العطار، انا شايفه انه هيبقى افضل. ليه بقى؟ لان العدس اللي من عند العطاره او العدس الانواع اللي هي بشتري نص كيلو فهم 500 جرام على الميزان. لو اشتريت كيس اعتقد هو مش هيبقى 500 جرام بالملي يعني. بصوا الحبه حلوه وده بتاع العطاره جميل جدا زي ما حضراتكم شايفينه كده. بتاخده 500، انا اقول له نص كيلو هيوزن لي نص كيلو، لكن انا هشتري نص كيلو من السوبر ماركت بس هو مش هيبقى في الواقع نص كيلو. طيب بشوح بقى الحبه الحلوين دول البصل، انا هنا طبعا مشوحها شويه بس انا هحط شويه منهم في تسويه على الوش عشان ياخدوا طعم كده برضو مع بعض. لكن اللي عايز يضيف بقى شويه ثوم او فص ثوم مثلا مفيش مشكله خالص، اللي يريح حضراتكم. العدس فوائده كتير جدا على فكره، من يعني البقوليات المحببه لدى ناس كتير، واحنا يمكن متعارف في مصر بنعمل. طيب احنا معانا المهندس احمد من الجيزه، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بيك، ازيك يا شيف عظيمه يا عظيم. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. الله تسلم ايديكي على يعني الوصفات الجميله اللي بتعمليها. الله يخليك. وانا من الناس اللي كنت بتابع قناه الاهلي على طول لان انا اهلاوي قوي. تحيه لحضرتك. الله يخليك. فبتابع القناه على طول، فطبعا وانا بتفرج كانت المدام دايما تقول لي ايه ده كل شويه بشكر قناه الاهلي قناه الاهلي. فكانت جت اتفرجت كده مره معايا ما لقيت الايه، لقيت البرنامج بتاعك. فراحت قاعده جنبي وقاعده تتفرج من ساعتها وهي معاكي ما شاء الله. اجي ابص شرف ليا يا فندم والله. الاهلي قبليه شرف ليا يا فندم والله، دي حاجه جميله يعني، ارجو ان انا اكون عملت حاجه كويسه. بس لا 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 ده هي بص ده متابعاكي متابعه فظيعه يعني دلوقتي ما شاء الله. كل يوم قاعده قدام البرنامج وعارفه الميعاد الساعة كام والكلام ده، وهي بص هي جنب ايه عايزه اتكلمك قوي يا فندم. يشرفني طبعا. خلاص تتكلمك بقى طبعا. اتفضل يا فندم. مبسوط قوي ان احنا كلمناك يعني. ربنا يخليك يا فندم، تحياتي لحضرتك. اتفضل يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أنا سعيدة قوي إن أنا كلمت حضرتك والله. تسلمي لي يا فندم والله، ده شرف ليا أنا، صدقيني محبتك دي ومتابعتك على راسي من فوق. حقيقي إحنا بنشكر قناة الأهلي اللي جابت لنا شيف مميزة زي حضرتك. تسلمي لي يا فندم والله، شرف ليا، شكرا لحضرتك، أسعدتيني بكلامك ده بجد. حبيبة قلبي كل وصفاتك جميلة جميلة. تسلمي لي يا فندم والله، شكرا لحضرتك. أشكرك. تسلمي لي، شرفتيني يا فندم ونورتيني. شكرا جزيلا والله. شكرا جزيلا بجد، يعني الكلام ده جميل وغالي عليا جدا وبيفرق معايا بجد قوي، لانه خلوا بالكم طبعا كل مشاهدين قناه الاهلي اكيد عارفين انه الاهلي احنا متعودين انها قناه بتقدم كوره واستوديو تحليلي، وصعب ان كان يبقى فيها فعلا برنامج مطبخ، وكان يمكن التفكير الاساسي اللي اتبنى عليه انه يبقى في لاين يهتم بسيدات النادي الاهلي او هوانم النادي الاهلي اللي بيتابعوا كمان قناه الاهلي، علشان يبقى في جزء من الاهتمام بيهم ولو بنسبه بسيطه من خلال برنامج مهارات عظيمه. اتمنى ان انا اكون يعني واجهه مشرفه للقناه ولحضراتكم وللسيدات وهوانم الاهلي انهم يبقوا يعني بيتابعوني بشكل ومبسوطين من اللي بيتقدم. شكرا جزيلا لحضراتكم. انا بصوا بقى بقلب كده تقليبه حلوه، بصوا بدا البصل ومش محتاجه كميه زيت كتيره والله ولا اي حاجه، حاجه بسيطه. بصوا بدا ياخد اللون، طبعا لو عايزين تدوله يعني الراجل اللي بيعمل الكشري انا ما شفت بصراحه عند حد مشهور طبعا في وسط البلد من الناس القديمه قوي، لا بينزل البصل في كميه زيت كتير وبيفضل يقلبه بياخد اللون ولا بيحط دقيق ولا بيحط حاجه، بس واحنا هنا برضو هيعمل كده. لكن انا بقول للناس الا احيانا ما بيظبطش معاهم، هو الفكره بس في التقطيعه حضراتكم، التقطيعه لازم تكون رفيعه وقد بعض علشان يبقى مظبوط معانا، ودي حاجه مهمه. طبعا انا مش عايزه ايه احمره زياده، بصوا هي الدرجه دي. معانا ام اسلام، يا صباح الفل.
صباح الخير يا حبيبه قلبي. يا روح قلبي صباح الفل يا روح قلبي. صباح الهنا على عيونك يا حبيبتي. يا روحي صباح الفل والرضا من رب العالمين حبيبتي. ربنا يبارك لك، ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان. امين يا رب. يا روح قلبي والله امين. والله ما تتصوري، انا سعيده بمكالمه الباشمهندس احمد. يا رب يخليك. قد ايه وهو وزوجته. ربنا يحبب فيكي خلقه يا رب. حبيبتي تسلمي. انا بقول لك الناس كلها بتحبك وفعلا حبيبتي. احنا بنشكر قناه الاهلي ان هي فعلا يعني برنامجك على راسنا من فوق، وقناة الاهلي فعلا على راسنا من فوق حبيبتي تسلمي. ان هي فعلا جابتك يا عظيمه، وانت فعلا اسم على مسمى. يا رب يخليكي يا حبيبتي. سلميلي سلميلي يا مو اسلام. والله ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين امين يا رب العالمين ويخليك. وانا مستنيه بقى الطبق الجميل يجي. الله حاضر، بس كده عنينا الاثنين. قلبي ربنا يسعدك يا حبيبتي. امين ويخليكوا ليا والله. شكرا لحضرتك جدا حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني والف سلام عليك يا حبيبتي. بصوا بقى انا حطيت العدس والرز وحطيتهم مكان الزيت اللي شوحت فيه البصل. البصل بس يعني يهدى بس وهتلاقوه قرمش وجميل اهو. هحط بقى منه شويه بس وانا بسوي هنا بقى كده. هاخد كمان شويه من الكمون، رشة الكمون دي مهمة قوي بقى مع الوصفة الحلوة دي. طبعا رشة ملح بسيطة، انا مش حط كتير عشان انا هسقي بمرق، فانا بس رشة الملح ورشة الفلفل بسيطة. ونقلب تقليبة حلوة. بصوا وده البصل، بصوا بقى الجمال هنا كده. بسم الله. ونسقي بقى بالمرق بتاعنا. خليني بس اقلب كده بالاسباتولا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي وصفه جميله. عايز يعمل صوص او صلصه جنبها ماشي، فيها فصين ثوم كده وطماطم. بسم الله. هنهدي بقى النار هنا كده. ايوه ونقلب بقى تقليبه حلوه. ايوه طبعا هي شبه الكشري، هما بره بس طعمها جميل. هي بقى بتتعمل في كده يقولوا ايه، في حله واحده تبقى رائعه للناس اللي بتحب بس الرز بعدس. انا والله ساعات بحب الرز بالعدس لوحده، ما بحبش الكشري كامل بالمكرونه، يعني احب اكله كده معاه شويه صوص وشويه البصل، ده مهم قوي قوي. وايه والدنيا بتبقى جميله. انا بس ايه هقلب كده تقليبه حلوه. احنا قلنا كل كوبايه، انا هعتبر نفسي بعمل رز عادي مش بعمل رز وفي عدس عشان ما ازودش الميه ويعجن مني. هتعامل معاه لانه رز عادي جدا. كل كوبايه رز مصري جافه عليها كوبايه ميه مغليه فقط، ما بزودش. الرز البسمتي هو اللي قد يزيد على حسب لونه، اسف على حسب نوعه، علشان في انواع بتبقى لازم تتنقع، ودي الانواع اللي تبقى شويه مش مصريه لازم نحترمها. عشان الرز بتبقى اطول فبتحتاج نسبه ميه اكتر، فلما بتتشبع شويه كويس وتتنقع وبعدين تتصفى بتبقى اخذت كده يعني رونقها. اما بنضيف لها بقى الكوبايه وربع ميه او ونص ميه بتبقى الدنيا مظبوطه معاها جدا. وبرضو انا لما بنقع ما بحطش كوبايه ونص، بحط كوبايه وربع. انا بس هزود سنه تغلي، اول ما يغلي معايا هبدا اهدي نار واسيبه يتشرب كويس جدا. هنا بقى بصوا في شويه بصل هنا هحطهم هنا كده على الوش، بس لما تغلي وتتشرب تديني الطعم الحلو ده اللي ايه اللي احنا حمرنا فيه البصل. وهنقلبهم بقى في وسط بعض كده. وتعالوا بقى ايه نقفل وناخد حبيبه. اهلا وسهلا. انا بحبك قوي يا شيف عظيمه، وانا كل يوم بتفرج على حلقاتك حبيبي. بس عشان بروح للكورس وبتفرج عليكي على اليوتيوب. يا نور عيني حبيبه، والله انا مبسوطه انك بتتابعيني يا حبيبه قلبي، وطبعا ربنا يوفقك يا قلبي. كان نفسي تعملي لي الكوكيز. الكوكيز احنا عاملين حلقه كوكيز، اتفرجي عليها هتعجبك قوي. هتشوفيها يوم ايه يا رانيا؟ الاربع. هتشوفيها يا حبيبه الاربع، الاربع او يوم الحد على حسب، او السبت، يبقى الاربع او السبت ان شاء الله. اتفرجي عليها تعجبك يا حبيبه. تسلمي لي يا روح قلبي. انا عملت كوكيز يعني طريقه سهله قوي، ماما مش هتتعب فيها ولا حاجه، وحطيت فيها شوكليت شيبس من اللي انت بتحبيها،
وما بتاخدش وقت، وتاخديها معاكي في السكول وتفتكريني وتقولي مامي تسلم ايديكي على الحاجات الحلوه اللي اكيد هي هتعمل لك احلى منها ان شاء الله. طيب انا دلوقتي بقى ايه، بص هيبدا بقى يغلي كده، هروح مهديه النار وسايباه تمام. البصل ده بيدي طعم حلو قوي مع الوصفه دي. اللي عايز يعمل شويه صوص او صلصه مفيش مشكله. انتوا عارفين زي ايه فكره ال، يعني في ناس كتير زي مثلا الكشك الصعيدي، لا شويه جوه كده الخليط بتدي طعم كده حلو للرز والعدس. وبعدين نحط شويه على الوش اللي حابب في التقديم. بس اللي عايز بقى يعمل صوص تمام. عارفين الكشك الصعيدي انا طبعا بحبه جدا، بحبه بالبيض. احنا عايزين نعمل مع بعض ان شاء الله الكشك الصعيدي على اصوله، ونقول يعني بطريقتنا السريعه، مش زي اهالينا طبعا في الصعيد بيعملوه على اصوله، لكن هنحاول ايه نعمله بشكل لطيف لانه مفيد جدا، ونعمله بالبيض ونعمل منه الكشك الصعيدي زي ما عملنا الكشك الالمز او الالمزيه. هنعمل الكشك الصعيدي ومش هيبقى فيه الحبوب والتحبيبه اللي بعض الناس بتتضايق منها. هنعمله بشكل جميل، وممكن بقى الكشك ده اللي يتقدم جنبه شويه صوص او صلصه حمراء، في ناس بتحب تضيف عليه قوي. تعالوا بقى دلوقتي نستسمع حضراتكم قبل ما نستعد لل يعني الوصفه اللي جايه. الوصفه اللي جايه يعني فيها مقرمشات لطيفه هنعملها بالعدس الاصفر. تعالوا نطلع الاول استراحه ونستسمح حضراتكم في استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نشوف هنعمل الوصفه الجميله دي ازاي. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بقى هنعمل وصفه. قبل ما ابدا في المقرمشات خلينا نعمل وصفه سريعه جميله قوي، غريبه بالكريم كراميل. هي مختلفة شوية عن طبعا الغريبة اللي احنا متعودين عليها، لان هي وصفة اساسا مش مصري. فخلينا كده نعملها مع بعض، حاجة بين الكوكيز والغريبة، لكن طبعا مش الغريبة بتاعتنا المتعرف عليها الناعمة. حاجة كده ايه تشبه الكوكيز، وهننوع في الحاجات دي بعد كده، لان الحاجات دي بجد ليها اطعمة جميلة جدا جدا بتتباع مستورده، بتبقى غاليه شويه، فخلينا نحاول نعمل الحاجات دي في البيت. عندي للغريبه طبعا 125 جرام من الزبده، وعندي 160 جرام من السكر، ربع معلقه صغيره من الخميره الفوريه، عندي 160 ملي من الزيت النباتي، باكت كريم كراميل واحد، 50 جرام من السمسم وده اختياري، و100 جرام من اللوز او السوداني المطحون، انا هحط فيها لوز. وعندي حوالي يعني 14 جرام من البيكنج باودر. هو بصوا الكيس البيكنج باودر 10 جرام هيمشي حاله ان شاء الله، و400 جرام من الدقيق. خلاص الحاجات اللي بتبقى فيها حلويات يفضل ان احنا نعملها بالميزان علشان تبقى مظبوطه معانا، خصوصا لما نكون بنجرب حاجه لاول مره لازم نتعامل بالمعايير المظبوطه الحلويات تحديدا يعني. طيب انا هنا بقى سايبه ده يتشرب كده على راحته، خليني بس ازود هنا كده شويه. ايوه 6 7. طيب هنبدا بقى اول حاجه نعملها، هنجيب بوله كده. بسم الله. هنحط اول حاجه الزبده. الزبده بدرجه حراره الغرفه، يعني ادوس كده بصباعي يسيب علامه. حلو، بصوا ادوس كده تسيب علامه، اوريكي في حته اتخن شويه زي دي، يعني ادوس كده تسيب علامه، بس ايه ما هياش لينه قوي، ماسكه نفسها. خلاص وهنحط رشه ملح بسيطه، وهنحط طبعا كميه السكر، وهنبدا هنقلب كده. مين السكر اللي سامعه صوتها جنبك دي؟ مين حد بيوشوشك هنا؟ بصوا كده هلينها بايدي قوي. بصوا عموما مش محتاجه ان انا استخدم العجان مع حضراتكم كده شويه، شايفين لما نحس ان ايه الخليط بدا يدوب كويس، تاخد حراره الايد بتاعتي. هاجي للخميره، بصوا بقى معلقه صغيره اهي، طرف المعلقه اهي، الحبه الصغيرين دول هم دول اللي انا هضيفهم على الخليط بتاعي اهم. خلاص كريم كراميل ده بقى بيدي لون وطعم الحقيقه يعني، ففي حاجات كده مختلفه بس جديده وحلوه اهو. بصوا كده هناخد بقى شويه شويه، نحط الزيت شويه شويه. بسم الله وهنقلب تاني. ومعانا استاذ احمد من الجيزه، اهلا وسهلا استاذ احمد. استاذ احمد
الو. ايوه فندم، اهلا وسهلا. سامع حضرتك. مساء الورد. اخبار حضرتك يا شيف عظيمه؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. انا احمد الدبيكي. اهلا بيك يا استاذ احمد، حضرتك صديق يعني قديم للصفحه وللبرنامج. ازاي حضرتك؟ ده طبعا الحمد لله. والله حضرتك الاخبارك ايه والولاد وكله عاملين ايه؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك فيك وفي اسرتك جميعا يا رب. ربنا يبارك في حضرتك، والله منوره الدنيا كلها والله العظيم. الله يخليك، منور بوجودكم وبتشجيعكم ومتابعتكم. يعني بصراحة يعني أحلى حاجة في الدنيا هي محبة الناس. ربنا يزيد، ربنا يزيدك محبة يا رب كده في الناس كلها. أمين يا رب العالمين، إحنا وحضرتك وكل السامعين. ربنا يبارك فيك، والله يعني من أكثر الناس اللي أنا يعني فعلا يعني بحترمهم وبحبهم يعني في الله يعني. الله يخليك، شرف ليا يا فندم، والله شرف ليا، والله محبة حضرتك دي. ده شرف عظيم لينا احنا والله، يعني منوره الدنيا كلها وقناة الاهلي بالاخص يعني. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. لو حضرتك ليك اي طلب اؤمر طبعا يا استاذ احمد. الامر لله وحده طبعا. اول حاجه طبعا انا متصل عشان اطمن على حضرتك طبعا و تسلم، لاني بقى لي فتره بصراحه ما تواصلتش، فقلت بقى ايه يعني فرصه النهارده كده يعني نكلم حضرتك يعني. ده يعني من حسن حظي يا فندم، تسلم يا رب، شكرا لحضرتك. تسلمني يا استاذ احمد، والله دايما من الناس المحترمين اللي بيعقبوا دايما على كل الحاجات والوصفات ومتابع جيد، وبشكر حضرتك بجد فندم، شكرا جزيلا. طيب انا حطيت كيس الكريم كراميل على الخليط بعد ما استنيت على الزيت لما يتشرب كويس قوي في خليط الزبده والسكر، تمام كده. بسم الله. ايوه كده، امسح بس الحته دي. اوكي، هنبدا بقى نضيف ايه كده. هناخد شوية السمسم، 50 جرام يعني حبة مش كتير، حبة صغننين، حوالي معلقة. اللي مش عايز سمسم ما يحطش، استبدلوه بأي حاجة تانية، ممكن فانيليا، ممكن أي حاجة. وبعدين هنا بقى هنقلب كده، ومعانا أستاذ أحمد من الأليوبية. هحط البيكنج باودر على دي. أهلا يا أستاذ أحمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل. الله يبارك في عمرك يا فندم، اتفضل. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل. الله يسعدك، شكرا يا فندم، اتفضل. لقد ابدعتم واقنعتم. شكرا. وانجزتم وانجزتم. الله يخليك. حضراتكم وفريق العمل، مع حضراتكم احمد عروج، ارض الجنين غرب شبرا الخيمه. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا لمداخله حضرتك يا فندم. شكرا، شرفتنا ونورتنا. بسم الله. طبعا احنا يعني بصوا دي بضيف شويه شويه، كل ده انا عملته بايدي، مش هياخد خمس دقائق مع حضراتكم لحد ما احصل على خليط جميل. بس انا بقى هضيف عليها اللوز، بس انا اللوز مش هقدر احطه شرايح كده، لازم اطحنه، اخليه ايه مطحون. طبعا مش لازم لوز، ممكن يبقى فول سوداني، ممكن يبقى بندق، ممكن يبقى اي حاجه متوفره او ساده خالص لو حضراتكم بتحبوها. هي ما بتاخدش وقت ومن الحاجات الجميلة جدا. بصوا كده تبدأ الايه الخليط. انا طبعا بحط ليه شوية شوية، لانه ممكن الخليط اللي انا بستخدمه بدو لحضراتكم مقاديره يكون مختلف عن اللي حضرتك هتستخدميه، فيفرق في ايه في السماكة بتاعته، ممكن يربط معاكي بالرقم 400 جرام، ممكن يبقى اقل او يزيد شوية بسيطة صغيرة. هو هنا غالبا هياخد 400 جرام بفضل الله يعني. بسم الله. بصوا كده حطيت طبعا البيكنج باودر على الدقيق. طبعا دي مش الغريبه اللي احنا متعودين عليها، ولكن هي نوع من انواع بيسموه بره غريبه، احنا بنعتبره نوع من انواع الكوكيز بس مختلف شويه. حطينا الكريم كراميل الباكت اللي هو الباودر. طبعا عندي صاج مدهون هستخدمه دلوقتي مع حضراتكم. بصوا كده اهي، شايفين العجينه جميله ازاي عملناها مع بعض في ثانيه. تعالوا بس ننقلها هنا عشان حضراتكم تشوفوها بشكل اوضح. هنا كده اهي، وهنشكلها بقى سوا على الصاج اهو، صاج مدهون هنشيل بقى كده. وهنضف دي
ونبدأ بقى نكورها ونشتغل. نعم؟ حاضر. ومعانا أم جوزيف حبيبتي، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا شوف عظيمة. عاملة إيه يا روح قلبي؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا عمري، ربنا يديك الصحة وتسلم إيديكي. تسلم يا حبيبة عمري. حاجة حلوة بتعمليها، الكشري الجميل اللي عملناه النهاردة تحفة دوت. حبيبة قلبي تسلميلي يا رب. بصوا البصلة بقى ما بتظبطش معايا يا شوف عظيمة أبدا، بتطلع طرية برضه. آه ليه بقى؟ قولي لي. معرفش. آه هي دي بس إيديا مزحلقة، حد يفتحها لي يا ولاد. يعني محمد يجي يفتحها لي بس. بصي بقى البصله مش بتظبط معاكي، انت بتقطعيها ازاي يا ام جوزيف؟ بصراحه بعملها مكعبات صغيره، ما بعملش الحلقات زيكي كده. طيب ما هي بقى المكعبات دي لما بتقطعيها كده عشوائي بيطلع فيها كبير وصغير. ايوه بيطلع فيها كده. أيوة. طيب ما هي بقى احنا الكبير والصغير ده هو اللي بيفرق معانا بقى في التسويه. هي دي لازم تقطيعه ان شاء الله عارفه بالمبشره في جنب كده فيها بيقطع شرايح رفيعه. أيوة. اللي بنعمل عليه الشيبسي اعمليها عليه. خلاص احط عليه الملح طيب ولا رشه واحده بسيطه قوي زي ما انا حطيت كده يديله طيب. طعم بالنسبه لدقيق الذره الاصفر يا شيف عظيمه إيه لو انا عملت مثلا مقدار كوبايه احط مقدار كوبايه من الدقيق العادي؟ هتعملي كيك يعني او حاجه؟ مفيش مشكله. عايزه تخلي نسبه لو هي 3 كوبايات دي، عايزه تعملي نص ونص ماشي، عايزه تعملي كوبايتين دقيق ابيض وواحده ذره برده ماشي. طيب ماشي براحتك خالص، على حسب انت بتحبي طعمه ازاي. خلاص ماشي، يعني زي ما تحبي طعمه اعمليه. انا قلت اسالك الاول عشان اعملها مظبوطه بس. لا هتبقى مظبوطه وهتبقى جميله من ايديكي ان شاء الله. حبيبه قلبي ربنا يسعدك يا رب. تسلميلي، وانا لسه ما شربتش في المج بتاعك، بشرب فيه في البيت حبيبتي. بس انا هوريه كل مشاهدينا يوم الاحد ان شاء الله. لا ربنا يخليكي. شكرا ليكي، شكرا ليكي يا ام جوزيف. لا والله جميل واسعدني، كفايه الصور اللي انت حطاها لي على المج ده، بشكرك يا حبيبة قلبي. يعني أم جوزيف في الصعيد، وطبعا تحية لكل أهل الصعيد، بعتت لي مج جميل، أخدت صور ليا تقريبا من على الصفحة وراحت عاملة لي مج كده. أنا أصلا بحب المجات جدا، أنا يعني بحب الهدايا دي قوي، فراحت بعتها لي عاملة لي المج وعليه صورة ليا، يعني أول ما أصب المية السخنة أو الحاجة السخنة اللي هشربها يديني صورتين ليا مختلفتين عشان كان عيد ميلادي. فأنا بشكرها جدا، كفاية تعبها ومحبتها وإنها حاولت توصلهولي لحد هنا. بصوا بقى، بصوا العجينة أول ما أضغط كده لازم أجربها، لو شققت يبقى هي كده مش مظبوطة، لازم أديها تاني شغل بإيديا، لازم تبقى ناعمة ما تشققش. بصوا أدوس ما تشققش، تبقى طرية عشان تطلع معايا نتيجة كويسة. أهو أنا بقى إيه يعني في الشوية دول كده، بسم الله، ممكن دوسه بسيطه بس وعلى مسافات لان هي تفرش شويه، هتاخد لون كده ذهبي جميل جدا، هتحسوها كده مختلفه عامله بين الكحك والكوكيز، حاجه جميله طعمها كمان حلو قوي. بصوا سهله ازاي، مكوناتها بسيطه وجميله. الحاجات دي في الشتاء المخبوزات والبسكوتات والحاجات دي بتبقى جميله وعمليه، تخلي ريحه البيت يجنن وتبقى حاجات بيتي نظيفه. ويعني يا رب انها تعجب الولاد. وطبعا نقدر نعمل ده بالشوكولاته، اقدر اضيف مكان الكريم، يعني احط كريم كراميل واقلل كميه من الدقيق واحط مكانه كميه من الكاكاو الخام، بس يكون طعمه حلو عشان الولاد يستصيغوه، فيبقى بالشوكولاته هتطلع جميله جدا برده. بصوا كده انا انا بقى هشكل الشويه الحلوين دول، وهستسمح حضراتكم بقى عشان ما اطولش عليكم ان احنا نستاذنكم في استراحه بسيطه عقبال ما اجهز الصاج وادخله الفرن. انا مجهزه الفرن على حراره 180، هحطها على الشبكه في النص، هتاخد لها حوالي 20 دقيقه وان شاء الله تطلع معانا وتشوفوها باذن الله. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه، هوري لحضراتكم الشكل الغريبه. بسم الله دخلناها الفرن، تمام على الحراره مظبوطه. انا حطيت بس شويه لوز كده على الوش، لو عايزين بقى تدوها طعم حلو ممكن تطحنوهم معايا، اللي عايز ساده اوكي، اللي عايز يعني يحط لوز او اي مكسرات مفيش مشكله. ونقفل بقى وهنبدا دلوقتي نعمل المقرمشات. هنبص بصه هنا، بصوا بقى اتنفشت وبقت جميله، هوريها لحضراتكم بس الاول بشوكه. بسم الله، بصوا ريحه روعه بصراحه، يعني شايفين الجمال
البصل اللي جوه ده عامل شغل برضو. انا ممكن اقلب القالب ده الاول، فانا ايه اخد ال كده ونغرف مثلا، لا اخد دي اغرف بيها افضل. بسم الله بسم الله، وهكبس كده بسم الله. ريحتها تجنن. تسلمي يا قلبي. انت بتعوضيني عن وجود ياسين يا شيمو، ها؟ اصل انا ابني كل ما اقف في المطبخ يدخل يقول لي تسلم ايدك يا ست الكل، فاقول له ميرسي يا حبيبي. هنا بقى شيماء تدخل تفضل كل شويه بعد كل وصفه تقول لي تسلم ايدك يا ست الكل. حبيبتي يا شيمو. كده الله يخليكي يا فندم، والله ربنا يبارك فيكم كلكم. مش هنأكل سبايدر النهاردة، خلي بالك. هو أحد المصورين قاعد في وشي بس أنا مش هأكله النهاردة. أنت السبب عشان القميص باظ. بيضحك؟ ماشي خلي، هنشوف. بوظتي لي القميص. ماشي. عايزة أحيي برضو يا جماعة عبد المولى، عشان عبد المولى ده أجمل مصور فوتوغرافر معانا، بيعمل لي صور جميلة اللي أنا بنزل منها على الصفحة بتاعتي. فاسمحوا لي برضو اشكره. كل حد يعني من الكرو اللي موجود في الكنترول او بره الكنترول، من اول ما بدخل لفرد الامن اللي موجود بره بيستقبلني اول ما بدخل لحد ما بمشي، ببعت لهم تحيه وحب وتقدير حقيقي. ناخد بقى شويه من البصل المقرمش. الله حلو قوي. بسم الله اهو شويه كده، ممكن بقى هنا كده شوية بصل كده في الجوانب. روعة. زي ما قلت لحضراتكم تقطيعة البصل مهم انه يبقى كله متقارب ماشي، علشان يطلع في نفس التوقيت مستوي نفس السوى، والا هتضطروا تفضلوا تطلعوا شوية شوية من الزيت، مش هتبقوا يعني ايه مبسوطين بالموضوع ده قوي، وحاجات تتحرق وتتلسع اكتر ويمرر، ومشكلة البصل انه بيمرر كده. احنا تمام. لو اتبقى بصل عند حضراتكم سايم قرمش حطوه في كيس في الفريزر، في وقت تاني تقدروا تستخدموه، مفيش اي مشكله عادي على فكره. بسم الله هنوديه بقى هنا. بسم الله. والغريبه شغاله، بصوا بدات ايه تفرش، هوريها لحضراتكم. ونعمل بقى المقرمشات. يا سلام، تسلم ايديكم وعينيكم. انا مخلياه الحراره زي ما قلنا 180. تسلم ايديكم. وشفتوا بدات تشرخ ازاي بقى وتدي الشكل اللي بقوله لحضراتكم، بس شويه لسه هنقفل بقى عليها وتعالوا نعمل مقرمشات جميله قوي. الناس بقى اللي بتحب تعمل ايه الكيتو دايت والحاجات دي ممكن تستخدم الوصفه دي، وممكن ان شاء الله. بصوا بقى، هي وصفه بسيطه وسهله تعتمد على التوابل والعدس الاصفر، الا وهي ايه بقى؟ بسم الله. عندي مقرمشات العدس، كوبايه عدس اصفر منقوع في ميه لمده ساعتين او ساعه على الاقل، ميه عاديه خالص، ميه من الحنفيه. بصل باودر وتوم باودر، بابريكا وكركم، اوريجانو اللي هو الزعتر يعني، حاجه بسيطه كده نص معلقه، وشطه حسب الرغبه، ممكن مكانها البابريكا ونكتفي بيها بس. وعندي كوبايه الا ربع ميه زيتون مفروم، انا حتى معلقه واحده. بصوا المعجون ده هو معجون الزيتون، بيتباع كده زي برطمانات الصلصه في السوبر ماركت، هينفع كمان في المخبوزات الخاصه باللي انتوا بتدوها اطعمه، هقول لكم كمان بنستخدمه في ايه. وعندي معلقتين كبار زيت زيتون وملح وفلفل. الخليط ده بسيط، اما نضربه في الكبه او في الخلاط، انا الحقيقه هضربه في الخلاط وهقول لكم انا هعمله ازاي. عندي صاج، عارفين لما بنعمل بسكوت اليانسون ونبدا نحطه الاول يبقى طري وبعدين نسيبه يشد شويه ياخد كده شكل معين، وبعدين نقلبه ونقطعه بعد ما يبرد وندخله يقرمش، هي نفس الايه الفكره دي. ناخد كده فرشه نمسح هنا. بس الميزه بقى ان المقرمشات دي مفيده حقيقي، يعني نقدر نعمل كده في الفرن
علشان اصدقائنا ما بيحبوش الحاجات المحمره. انا هقلي شويه ولو عايزين تدخلوا فرن شويه مفيش مشكله. ادي العدس منقوع في ميه، بسم الله، عشان بس حباته تطرى شويه بالميه اللي موجوده فيه، غالبا دي ربع كوبايه ميه، لو احتجت هزود، ما احتجتش خلاص. اهو شايفين ازاي، وعندي بابريكا، معلقه الثوم الباودر والبصل الباودر، وعندي تاتش واحد بسيط من الشطه، وادي الكركم، ومعلقه من معجون الزيتون، تدي طعم حلو قوي. اللي عايز يحط مكانها هريسه ماشي. وتعالوا بقى هشوف، انا محتاجه شويه ميه كمان، خليني كده ايه اخد سباتشولا دي، وعندي هنا شويه ميه، بسم الله. تعالوا بقى نخلط، واحط من فوق الملح والفلفل اخر حاجه، بسم الله. اهي فلفل وملح، ولو مش عايزين تضيفوا ملح اصلا براحه حضراتكم. بسيطة جدا. تعالوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هننزلها في الصاج وهنفردها عشان ما تاخدش سمكة كبيرة يعني. حاجات لازم الفلفل، عارفين انا حطيت الفلفل ليه؟ عشان الكركم، عشان يحفز مادة الكركمين وتستفيدوا منها، لازم يبقى معاه مادة حراقة. انا ملاحظة ان انتي نمتي النهاردة يا شيمو. يا بنعمل العدس وبنعمل العدس بجبه، وانتي بتحبي العدس. ماشي، بصوا بقى هفرد كده ارتفاع 1 سنتي، دي هتدخل هتطلع عامله زي ايه، زي العجينه خفيفه تماسكت، هتتماسك في ثانيه. هتقلبوها من ورق الزبده اللي احنا دهناه ده. عايزه اقول لكم ده يعني من الحاجات اللي بجد جميله جدا اللي بتقوي المناعه. بصوا، وعايزه اقول لكم العدس ده بقى اللي انتوا يعني شايفينه حاجه بسيطه، بجد غني جدا بمضادات الاكسده. وعايزه اقول لكم لمرضى السكر بينظم يعني السكر في الدم، وبصوا بقى غني جدا بحمض الفوليك اسيد. بصوا اهو شايفين ازاي، عشان يبقى متساوي. هدخلها الفرن هتقعد لها حوالي 10-15 دقيقة بالكتير، أول ما تعمل بس كده إيه فريم، تبقى شبه الكيك اللي لسه نص ني كده. هروح قلبها ومقطعاها، هقطعها مثلثات. معلش أصل إحنا يعني عاملين واحدة، بصوا الريحة بقى، الله الله الله، ريحة الكريم كراميل بقى ظهرت في الإيه، في شوية الغريبة دول، الريحة رائعة. بصوا الجمال. ممكن نقلب بس الساق بعد إذن حضراتكم، معلش كده. وهنا اهو تمام، هتاخد شويه وبعدين هدخل الصاج بتاعي ده الفرن علشان يتماسك. بعد ما بيبقى زي يعني الكيك كده، هقطعه بالرول البيتزا مثلثات، هفرده على شكل مستطيل، وهروح مقطعه مثلثات او مربعات زي ما حضرتك تحبوا، بس انا حبيت الشكل لما شفته مثلثات فعملته. بصوا بقى مقرمش ازاي، دي بقى يتعمل بيها تغميسات وحاجات تجنن، ومعموله بالعدس وما فيهاش حاجه غير العدس الاصفر والمكونات اللي هي التوابل اللي احنا حطيناها. وبعد بقى ما قطعناه حطيناه في الصاج تاني وقرمشناه. بصوا ده
روعة، طعمها رائع وحاجة صحية بجد. وسنة الشطة اللي حطيناها عاملة كده يعني تناغم جميل مع الوصفة دي بجد. يا ريت حضراتكم تجربوها وتقولوا لي. تغميسات بقى تاكلوا بيها بقى اي حاجة، اجبان قريش بالطماطم وعاملين جبنة عليها زيت زيتون وزعتر، عايزين تعملوها مع اللبنة تاكلوها مع صوص كده بيعملوه بيبقى شوية ايه سبايسي زي اللي بنقدمه جنب الكبسة ساعات، الطماطم والفلفل ومش عارف ايه، بتبقى جميلة وصحة وهنا على قلب حضراتكم. وطريقة بسيطة وسهلة، واحلى ما فيها انها بسيطة ومكونات يعني ايه متعارف عليها. هنزل مقاديرها مرة تانية. حاضر، في حد سأل على المقادير، رائعة طعمها يجنن. مدام سهير، يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، اهلا يا فندم. حبيت بس اشكرك امبارح على العيش اللي جربته. الله يسعدك. كنت بس استاذن حضرتك، كنت عايزه اكلات للسكر، مرضى السكر. حاضر يا فندم، الف سلامه. وحاضر، عايزه بس اقول لحضرتك انا بعمل كوسه البشاميل، انا ممكن استبدل ايه بدل الدقيق العادي اعمله مثلا شوفان للسكر؟ شوفان. شوفان دي شوفان مفهوم ولا لا؟ هو يا بيتباع دي شوفان، يا حضرتك تجيبي الشوفان الحب من العطار وطحنيه، هتحطيه مكان الدقيق. استعملي زيت الزيتون طبعا. طبعا. وشوحي الكوسه حضرتك في معلقه زيت زيتون في الفرن، قطعيها بالطول كده. ماشي اخف، بس هي الميزه بس العيب في السلق حاجه واحده، لو حضرتك بتتضايقي من شويه الميه اللي بتركبهم لان الكوسه اصلا فيها نسبه ميه عاليه، فساعات بعد ما بتعملي الطاجن بتلاقي فيه شويه ميه في الميه. هي بس لو حضرتك عايزه تتغاضي عن الجزئيه دي او تتلافيها خالص اعمليها في الفرن، اديها مسحه زيت زيتون وحطيها في الفرن يعني تبقى مشويه، هتبقى طعمها رائع. تسلمي لي يا استاذ. تسلمي يا فندم والف سلامه. فندم، تحياتي لحضرتك يا مدام سهير. هننزل المقادير مره ثانيه حضراتكم تشوفوها عشان نبدا نطلع. الله، شوفوا بقى مقرمشات العدس دي وقولوا لي رايكم. انا هاخد بقى الريحه تجنن. بصوا يا جماعه، هي وصفات بسيطه، هني بس اطلع دول وايه وادخل الصاج بتاع المقرمشات ده عشان من الحاجات الرائعه بجد. في تغميسات حلوه جدا وفي توابل. حلقه التوابل مدام منال الاسبوع الجاي ان شاء الله هنعمل لحضرتك حلقه التوابل، يمكن تكون يوم الاربعاء اللي جاي او السبت، حضرتك هتشوفيها حلقه توابل خاصه بكل انواع التوابل تعملوها في البيت ازاي. وعايزه اقول لحضراتكم معلومه، في العطاره التوابل ما تبقاش توابل خام، بتبقى مخلوطه بدقيق. فاكرين لما عملنا ريحه الكحك قبل كده وقلت لحضراتكم ان العطار نفسه قال لي انه بياخد كميه الحاجات اللي احنا نزلناها على الشاشه ساعتها وخلطها على كميه من كيلو دقيق عشان تبقى هي الدقيق، لكن احنا لما بنعملها في البيت بنعملها بيور خلاص صافي، بناخد الحاجات حقيقيه ونخلطهم على بعض فتطلع الماده قويه. عشان كده انا بقول لحضرتك اعملوا كميات مش كبيره علشان ما تفقدش الفوائد بتاعتها وزيوتها، خلوا دايما عندكم حاجات حب في الفريزر، ولما تعوزوا اطحنوا اول باول وتخلصوا، او لما تقربوا تخلصوا اعملوا جديد. فاعرفوا ان العطاره بيزود حاجات سواء على كل البهارات، لان عشان ترمي كام والا هتبقى مكلفه جدا عليه. انا بس حبيت اقول لكم المعلومه دي. طيب هناخد بقى دول هناك وهن ايه هنشوف بقى الغريبه، اخر صاج هنطلعه دلوقتي عشان ايه نعملها مع بعض وننزل مقادير بعد اذنك الغريبه. يا نودي نودي يا نودي، ماشي. بصوا هي رائعه، انا هطلعها بقى. لازم تهدى. وناخد مدام هبه من القاهره، اهلا وسهلا. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بقى النهارده شايف حاجات كده يعني مستغرباها، بس هي جميله يا حبيبه قلبي. طب قولي لي ايه يعني، انا مش عارفه هي ده كشري ولا حاجات كده. هو شبه الكشري بس هو ليه وصفه لوحده، في ناس ما بتعملوش فيه مكرونه وصلصه زينا وبقيه الحاجات ودقه والحاجات دي، بيعملوه وصفه كده زي بالظبط الكشري الاسكندراني، رز بعدس اصفر وشويه بيض مزغلل او مدحرج.
جميل على فكرة. الله يخليكي. لا وبجد الوصفات جميلة وحاجة جديدة يعني حاجة اللي هي مش ايه مش محدش عارفها يعني. حبيبتي تسلم. حبيبتي بس قولي لنا لو انت محتاجة وصفات انت حضرتك عاوزاها تتعمل قولي لنا. كشري الاسكندراني بقى بالايه بالتكات بتاعته واحدة واحدة من عينينا وهنزلك مقاديره دلوقتي وقولك انا عملته ازاي عشان احنا عملناه. وكمان بقى هتعبك واعمل لك اهداء كده. اتفضلي. اهلا اهداء مثلا. بقى لفاطمه بنتي عشان عيد ميلادها النهارده. ما شاء الله كل سنه وهي طيبه يا فاطمه. كل سنه بقى الحمد لله. ما شاء الله العمر كله ليها حبيبتي ربنا يفرحك بيها وهي عروسه جميله وشوفي اولادها ان شاء الله. يبارك لك يا رب وكل سنه وهي طيبه وحضرتك طيبه حبيبتي والقناه كلها طيبين والاعداد وكل البرنامج الجميل ده طيبين وبخير. حبيبتي تسلمي يا مدام هبه كل سنه وهي طيبه. في الشاشه. الله يسعدك شكرا لحضرتك جدا جدا كل سنه وانت طيبه يا بطوطه. طيب بصوا مش عايزه المسها بس عشان هي لسه ما ينفعش المسها خالص هي لسه سخنه وخلوا بالكم في تكمله تسويه طول ما هي في الصاج فانا مش هطلعها بيرفكت يعني مش هطلعها واخده اللون كله هسيبها شويه عشان يبقى فيها برده طراوه. شوفوا اول ما اللوز اخذ اللون الحلو بصوا بقى التشقيقه الجميله دي التشريخه دي انا بشوفها بحبها جدا حقيقه. ودي المقادير بتاعه الغريبه وهنزل كمان لمدام هبه الايه المقادير بتاعه الكشري الاسكندراني. طيب الغريبه انا حطيت الزبده والسكر خلطتهم مع بعض مع رشه الملح وبعدين ضفت ربع معلقه خميره فوريه مش خميره بيكنج باودر لا حطيت الاثنين. طيب وبعدين نزلت بعدها الزيت وخلطت لحد ما كميه الزيت اتشربت تماما وبعدين اضفت عليها حطيت على الدقيق البيكنج باودر وخليتهم على جنب ضفت شويه من السمسم وضفت شويه من اللوز لو عايزينه مطحون او سوداني مطحون وبعدين خلطت المكونات الجافه شويه شويه لحد بقت عجينه جميله ناعمه وعملناها بالشكل ده يا دوب كورتها واتكيت بسيط ببطن ايدي خفيف هي فرشت كده في الفرن. طيب ناخد جنى يا جوجو. الو الو ايوه ايوه انا عجبتني قوي وصفه السوسيس بتاعت امبارح يا نور عينيا انتي. طب هتخلي مامي تعملها لك؟ انا اصلا النهارده كنت هخلي مامي تعملها لي. طيب يا عمري بس ممكن لما تجربيها تقولي لي رايك فيها؟ ماشي خلاص اتفقنا. انتي مش عاوزه اي حاجه تانية؟ لا شكرا. حياه قلبي انا بشكرك عشان انتي سمعتيني صوتك الجميل ده النهارده. شكرا. باي باي يا روح قلبي. طيب بص بصه كده انا هطلع ده فوق بقى خلاص. بصوا بقى بسم الله بصوا بدا ينشف ازاي. بصوا انا ههز حضراتكم لما تيجوا هوريكم. اما انا مش هقدر اطلعه لسه قدامه شويه بسيطه هوريه لكم لازم. كان سايل ازاي بدا ايه يتماسك اهو. بصوا هو ده اللي اقصده مع حضراتكم. هندخله تاني لسه قدامه شويه صغيره يعني خمس دقائق كمان او دقيقتين كمان وبعدين اروح اسيبه يهدى لازم يهدى وبعدين اروح قلبه من ورقه الزبده. ورقه الزبده دي لازم تكون مدهونه تحت وبعدين حطيت الخليط عشان لما اجي ارفعها تبقى ايه سهله عليا وما تقطعش مني وتبهدل البسكويت من تحت او يعني الوصفه نفسها. وبعدين حطيتها على حاجه وبدات اقطعها كده بالرول مثلثات. معانا استاذ صادق صوتك مش باين حبيبتي. استاذ صابر من الشرقيه اهلا وسهلا يا فندم. استاذ صابر ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله بخير يا فندم. يا رب دايما. يعني انا مبسوطه ان العنصر حضرتك عايز اسال بس على عجينه الحواوشي الاسكندراني. من عينيا نزلها لحضرتك حالا يا فندم وهقول لحضرتك على تركه فيها كده صغيره بتاعه الاسكندرانيه قالوها لنا وناس جميله جدا. عينينا يا فندم. حاضر. طيب بصوا هننزل الحواوشي الاسكندراني وهننزل كمان لمدام هبه اوعي تنسوا مدام هبه. الحواوشي انا عايزه من حضرتك طلب عايزه اول ما الكشري الاسكندراني والحواوشي الاسكندراني لما حضرتك تبدا تتبل اول حاجه تتبلها البصل الاول عليه التتبيلات الاول والبهارات وتسيبه شويه سيبه كده ربع ساعه ثلث ساعه الاول يعني ينزل ميه شويه وبعدين حضرتك تجيب اللحمه واخلطها على البصل وهنزل لك المقادير دلوقتي حالا اعملهم كويس مع بعض وسيب بقى اللحمه كده على جنب بالبصل ده لما اللحمه تعرق نص ساعه
وبعدين احشي بيها وحضرتك قول لي طعمها هيبقى عامل ازاي، عشان دي التركه اللي احنا بنفتقدها بس بتفرق. وناخد مدام منال حبيبتنا. صباح الفل. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. تسلم ايديكي على الحاجات اللي انت عاملاها النهارده. حبيبه عمري تسلمي يا رب وتعيشي. والله احنا بنشكر قناه الاهلي جامد والله، ان هي جايبه لنا اجمل شيء. الله يسعد قلبك يا فندم، ده شرف ليا والله مدام منال. والله يا حبيبه قلبي. تسلمي لي، صوتك ماله؟ لا والله ابدا يا عمي، ربنا يكرمك يا حبيبتي، سلامتك. بجد؟ والله ابدا، انا اسمع صوتك بس الدنيا كلها تبقى زي الفل. يا رب اسعد قلبك وريح بالك. تسلم ايديك على الكشري اللي انت عاملاه، فعلا جميل جدا. تسلمي يعني يا فندم، تسلمي وتعيشي، كتر خيرك يا فندم. شكرا لحضرتك مدام منال. شكرا ليك يا فندم والله، شكرا على محبتك. بصوا معلش انا طبعا بعملها في وقت حرج، المفروض ان انا ما اطلعهاش وهي سخنه، بس انا برضو يعني لازم اقدمها. بسم الله بسم الله. طبعا لازم تبرد خالص، كل ما هتبرد هتطلعوها اسهل مني بكتير، ومش هتحتاجوا حاجه تطلعوها بيها. بسم الله. بس الطعم بقى تقولوا لي يعني راي حضراتكم ما تجربوا الحاجات الجميله دي. الحواوشي يا نودي. طب احنا عايزين بس دقيقتين ننزلهم على طول يا نودي بليز، عشان اصدقائنا نبقى احنا ايه، صوروا حتى حضراتكم صوروها من على الشاشه عشان نقدر ايه نبقى قدمنا في الحلقه كل حضراتكم طلبتوه. بسم الله. هي دي بقى التركه اللي انا جربتها شخصيا استاذ صابر في الحواوشي، وفرقت في طعم الحواوشي 180 درجه. انا بقيت باكله كاني حاسه اني باكله في الشارع، وكتر خير الشيف اللي كان فاتح محل حواوشي في اسكندريه وقال لي ودخلني وخلاني اشوف هو بيعملها ازاي. حقيقي هم بس في توابل بتزيد عندهم شويه بيبقوا هم جايبينها، لكن حضرتك تقدر تستخدم البهار السبع بهارات بتاعتنا العادي او بهارات الحواوشي من عند العطار، هتبقى جميله مع حضرتك جدا. انا جبتها بهارات حواوشي اكياس. بسم الله. ادي الغريبه الجميله. بسم الله. وهنوري حضراتكم اللي في الفرن كمان عشان تشوفوا المقرمشات اهي. خلاص مقرمشات تمام. بسم الله. بصوا بقى هوريكم. بصوا طلعت نظيفه ازاي، لان هي اهي عايزه بس تبرد، هتنزل اهي شايفين زي البسكوت اهي شايفين، هقلبها. طبعا لازم تبرد، ما اقدرش اقطعها دلوقتي خالص، لازم اسيبها لما تبرد. انا ده اللي انا اقصده، وكويس انها طلعت قدام حضراتكم. هستنى تهدى وتبرد تماما واروح قلبها كده على الرخامه، مقطعاها واخدها على صاج نظيف على ورقه زبده وارمشها زي ما حضراتكم شفتوها بالظبط زي بسكوت اليانسون، وان شاء الله تطلع يعني طعمها حلو، وتجربوها وتقولي راي حضراتكم فيها ايه. طبعا من عنينا حاضر نعمل وصفات خاصه بمرضى السكر، وممكن نعمل الكوسه بالبشاميل بالطريقه المناسبه لمرضى السكر، وانا بصراحه بحبها وبعملها بالطريقه دي اصلا طول عمري، فانا يعني ان شاء الله هتعجب حضرتك لو عملتيها بدقيق شوفان او بالشوفان حطيتيه، ولو استخدمتي كمان الحليب خالي الدسم او يعني حبيتي تخفيه براحتك انت وزي ما انت بتحبي، بس اهم حاجه رشه النعناع مدام سهير مع الكوسه، رشه نعناع حلوه كده خفيفه وحضرتك بتدخليها الفرن بتدي نكهه وطعم جميل قوي. اسمحوا لنا بقى دلوقتي ان احنا نستعد للفقره الطبيه، وطبعا سعيده جدا بتواصل حضراتكم، وسعيده اكتر يعني دعواتكم من القلب، وميرسي على تواصل حضراتكم واهتمامكم واتصالاتكم بيا، واسمحوا لي بقى ان ننتقل الى الفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.